ثواني ثواني بس. الحروف المتحركه اللي هي الفاولز، فاولز يعني حروف ايه؟ متحركه. ايه هي الحروف المتحركه؟ المتحركه دي بعمل ايه لو انا الكلمه بدأ بحرف متحرك؟ عندي كلمه انجينير، انجينير يعني ايه؟ مهندس. بدأ بحرف من الحروف المتحركه اللي هو الايه؟ الاي. باجي قبل الكلمه بدل ما احط ا انجينير بتبقى ان انجينير. ان انجينير ده تبقى ان انجينير. حطيت ان قبل الكلمه ليه؟ عشان الكلمه بادئه بحرف ايه؟ فاول. بادئه بحرف ايه؟ فاول. طيب لو انا عندي كلمه دكتور، خاميني اي اي قولي هنحط قبلها ايه ولا ان؟ ايه. ايه بس ليه؟ عشان الكلمه بادئه بحرف ايه؟ ساكن مش متحرك. دكتور بقولها دكتور عادي. اما امتى بحط ان؟ لو الكلمه بادئه بحرف متحرك. طب ايه هي بقت باقي الحروف بقى اللي غير دي اسمها ساكنه؟ اي حرف غير دول يبقى ساكن. حرف الدي، حرف الاس، حرف التي، حرف الدبليو، اي حرف غير دول يبقى ساكن. اما دول يبقى ايه؟ دول يبقى ايه؟ متحرك. طب يعني ايه متحرك؟ احط قبل الكلمه ايه ولا ان يا حمزه؟ ان. عندك كلمه انجير احط قبلها ايه؟ ان. طب انا عندي كلمه بوليس اوفيسر. ليه؟ عشان بادئه بحرف ايه؟ ساكن كونسونانت. اما الكلمه اللي بادئه بحرف متحرك احط قبلها ايه؟ الكلمه ان سوري، الكلمه اللي بادئه بحرف متحرك احط قبلها ايه؟ يبقى امتى احط ايه؟ لو الكلمه بادئه بحرف ساكن. اي حرف غير دولت. وان لو الكلمه بادئه بحرف متحرك اللي هم ايه؟ اي او يو. خلاص كده؟ فهمتها يا حمزه؟ ها فهمتها؟ دكتور هتبقى ايه ولا ان؟ دكتور. 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 بوليس اوفيسر. بوليس اوفيسر. فاير فايتر. فاير فايتر. ليه؟ عشان الاف حرف ايه؟ ساكن مش متحرك. خلاص كده؟ نخلي بالنا من الجزئيه دي، لو الكلمه بادئه بحرف متحرك فاول بحط قبليها ان، غير كده بحط قبليها ا تيتشر، افيت، a police officer، a firefighter. اما لقيتها بادئه بحرف متحرك يبقى ان. خلاص كده؟ ده الفرق بين الايه والان. تمام يا مستر. اعملوا مثال على كل واحده.